بس عندنا التجربة speed of sound. يلا عبد الله. عندنا هذا منا لهنا ارتفاع عامل الهواي اللي هو يمثل الألوان. الألوان. بالإضافة عندنا هاي الشوكة اللي شوكات هي اسمها تنين فور. الشوكة الرنانة. الشوكة الرنانة. وطبعا لازم ترتبهم بال يا تصاعدي يا تنازلي حتى تعرف الخطأ إذا طلع بالإيران. لأن العلاقة طبيعية بين الشوكر تردد الشوكر الرنانة وارتفاع عمود العكسية العلاقة. علاقة عكسية عكسية عكسية, عكسية. إذا هذا زادت إذا هذا نقص. هذا نقص. فلات إحنا نبدي ميت كبير حتى هذا يكون أقل ارتفاع. هذا يكون أقل. ارتفاع. وبعدين تأخذه طبعًا. ميتي بالبداية السن. بنسمع صوت. أي. نوقفه. أي توقفه. توقفه وتأخذ طبعاً بمصدر يطلق. هذا من هنا اللي هنا. أي طبعاً. عندنا همين عندنا. درجة الحرارة. درجة الحرارة. ترمومتر. بس نسينا نقول شغلة إنه القياس ما تلفلك وانسي تأخذه من هنا. من هنا. من هنا مكتوب عليكم. مكتوب عليه ورتبهن. زين هو ش هو ترى ما يعطينا شيء. هو ما يعطينا شيء تحسب هذا الأدك. هو هذا الجدول الفريكوانسي. الفريكوانسي طلع الألوان. الألوان. والال2 هي مكان التردد الثاني اللي يكون ثلاثة ألوان. ثلاثة ألوان وهذا همين. وهاي السي اللي السي أنت اللي طلعها كل تردد خاص. هذا. سرعة الصوت لكل تردد خاص. زين وبعدين. بعدين إيش وين ما طلعناها كلها للترددات المطلوبة من عندنا. نجمعهن. نجمعهن ونقسمهن. على عددهم طلع الافيرج سبيد مالت يطلع بالسنتي من حوله للمتر عادي يطلع بالسنتي هذا لاحظ زين هاي السي ستاندر هذا القانون هذا السي ستاندر السي نوت هي سرعه الصوت ايش قد سرعه الصوت 331 ونص وهاي التي الموجوده بالقانون هي درجه الحراره نطلعها من الثرمومتر زين وبعدين هاي السي ستاندر لما نلقي السي ستاندر نعوض بقانون السي ستاندر حتطلع عيون السي ستاندر السي ستاندر بعدين تاخذ الايرا هي السي ستاندر ناقص الافيرج اللي انت طلعتها على السي ستاندر على السي ستاندر خلصت التجربة